ايه الفرق بين ادم وبين الشيطان؟ ادم عصى امر الله والشيطان تمرد على اوامر الله، ورغم كده كان مصيرهم مختلف. الاتنين جمعتهم فكره واحده وهي الحريه، بس اختلافهم في معناها فرق طريقهم لدرجه العداوه والصراع الابدي. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، خليني احكي لك عن حاجه حصلت في القرن العشرين بتوريك ازاي ان موضوعنا بيلمس مع حاجات كتير تبان بعيده زي السياسه. في فتره الحكم الدكتاتوري للزعيم الفاشل الايطالي موسوليني، ظهرت كتائب مقاومه شعبيه ضد حكمه، وكانت عايزه توعي الشعب الايطالي بخطوره نظامه الدكتاتوري اللي بيمنع اي حريه في الراي. الكتائب قررت تترجم كتيب انجليزي من القرن ال17 وتوزعه على الناس. الكتيب ده كان عنوانه خطاب حول حريه الطباعه دون رقابه للشاعر الانجليزي المعروف جون ميلتون، اللي بيعتبر من اول الكتب اللي دفعت عن قضيه حريه التعبير. بس جون ميلتون انشغل بقضيه الحريه بسبب الموضوع اللي اتكلمنا عنه في الاول، قصه الخلق، ادم والشيطان. لما نرجع لحياة الشاعر نفسها، هنكتشف انه صاحب واحدة من اعظم الاعمال الادبية في التاريخ، الفردوس المفقود، اللي تخيل فيها اخطر صراع في تاريخ الانسان الديني، صراع الشيطان وادم على معنى الحرية. ورغم انه اتصاب بالعمى قبل ما يبدأ في تأليفها، الا انه اصر انه يكتبها. في حلقة النهاردة هنتكلم عن ملحمة الفردوس المفقود، جوهرة الادب الانجليزي في الشعر. اخطر قضية في حياة الانسان هي الصراع بين الخير والشر، ومفيش قصة بتعبر عن الصراع ده اكتر من قصة سقوط الشيطان من الرحمة الالهية وطرد الانسان من الجنة. وهنشوف ازاي استخدم جون ميلتون الشاعر الاعمى القصيدة علشان يناقش فكرة الحرية. في كتابه دفاع عن حرية التعبير بيقول جون ميلتون: منع كتاب جيد يساوي تقريبا قتل إنسان، بل هو أسوأ من ذلك، لأن من يقتل إنسانا يقتل الكائن الذي خلقه الله على صورته، لكن من يقضي على كتاب فقد قتل الروح نفسها، أي جوهر الصورة الإلهية. الجملة البليغة دي هي ملخص فكرته في الملحمة الشهيرة الفردوس المفقود اللي هنتكلم عنها. الشيء اللي يميز الإنسان عن باقي الكائنات هو الفكر والحرية، اللي الأديان بتسميها روح الله في الإنسان أو النفخة الإلهية فيه. من أول ديانة مصر القديمة اللي كانت فيها فكرة إن الإنسان خلق من روح الإله الأكبر أمون أو دموع الإله رع، لغاية اليهودية والمسيحية والإسلام اللي فيهم فكرة إن الله نفخ في آدم من روحه. لكي تكون شاعرا عظيما ينبغي أن تكون رجلا عظيما، ده كان وصف ناقد أدبي للشاعر جون ميلتون. فخلينا نشوف حياته الأول. جون ميلتون من مواليد 1608، وابوه كان قاضي، فعاش طفولة كويسة، ومن طفولته وهو مايل للأدب وقرأ كتير في الأدب اليوناني القديم وتأثر بيه. دخل جامعة كامبريدج وهو عنده 16 سنة، وابوه كان عايزه يطلع قسيس، بس هو كان حابب أكتر الأدب، وكان حلمه يكتب ملحمة شعر زي ملحمة الكوميديا الإلهية لدانتي، كنا اتكلمنا عنها في حلقة قبل كده ممكن ترجع لها. وعلى الأساس ده سافر لإيطاليا بلد دانتي، وغرق جامد في الأدب والثقافة الإيطالية اللي كانت في عزها وقتها، فترة عصر النهضة. وهناك بقى قابل العالم الشهير جاليليو في سنة 1638. اتأثر جون ميلتون جدا بأزمة جاليليو مع الكنيسة لما تمت محاكمته بسبب أفكاره العلمية عن حركة الأرض حوالين الشمس، ومن اللحظة دي شاف إن قضية حرية الفكر هي أهم قضية في حياته. جون ميلتون هاجم محاكم التفتيش بتاعت الكنيسة وقال إنها العقبة الوحيدة قدام تقدم أوروبا كلها، وقال ان حتى لو في فكره او كتاب الناس شايفه انها بتهاجم الدوله او الكنيسه، فغلط اننا نمنعها، لان الناس او الرقابه مهما كان سبب رفضها للكتاب ممكن تكون غلطت في تقدير الكتاب، ويبان مع الوقت ان الكتاب في الاساس في صالح المجتمع في المستقبل، فمهما كنا رافضين الافكار او مختلفين تماما معاها ما ينفعش نمنعها. وبيدي ميلتون مثال بالعالم جاليليو نفسه، وبيقول ان محكمه التفتيش منعت افكاره بحجه انها ضد الدين والمجتمع، واجبرته كمان انه يتراجع عنها، لكن بعد كده اكتشفنا انه من اعظم العقول وان افكاره كانت صحيحه. وقال نقطه مهمه، ان الرقابه سواء من الكنيسه او الناس او الحكومه لما بتمنع مفكر او عالم، فالخطا مش في منع الفكره، لكنها بتعترض على اهم صفه في الانسان وهي الحريه. المهم ان هو في ايطاليا كان الوضع السياسي في بلده انجلترا مش مستقر، وبدا الصدام ما بين الملك وما بين البرلمان، فرجع بسرعه على لندن. انضم ميلتون لصف البرلمان، وحضر انتصار ثوره البرلمان على الملك وفتره الحكم الجمهوري الانجليزي. فبدأ يكتب مقالات سياسية عن قضية واحدة، الدفاع عن حرية الفكر والطباعة، اللي بقت مع الوقت قضية حياته. وفي سنة 1651 نشر كتاب سياسي مهم جدا اسمه دفاع عن الشعب الإنجليزي، وقال في الكتاب ده إن السلطة الحقيقية هي سلطة الشعب، والشعب من حقه يسحب الثقة من الحاكم لو انحرف عن الصواب في قراراته. بس في الفترة دي من حياته بدأ نظره يضعف جدا من كتر القراءة والكتابة، وفي نفس الوقت رجعت الملكية من تاني في انجلترا وانهارت الجمهورية، واتقبض على جون ميلتون واتسجن، وصدر كمان ضده حكم بالإعدام. بس الحكم اتخفف بعدها لما اتدخل شاعر صديقه كان له علاقات في البلاط الملكي. الاحداث اللي حصلت دي كلها سببت له حزن كبير، فخد طريق العزله في بيته ورجع لحلمه القديم في الشباب، وهو انه يكتب ملحمه شعريه كامله باللغه الانجليزيه. جون ميلتون وقتها كان عنده 50 سنه، وفي سنه واحده فقد بصره وماتت زوجته وابنه الوحيد، وعاش اعمى في حاله حزن شديده مع بناته. جون ميلتون الف ملحمه الفردوس المفقود وهو في المرحله الصعبه دي من حياته، وكان بيفكر يومه كله في القصيده وبيملي بناته الابيات وبيكتبوا وراه. فردوس المفقود ملحمة ضخمة بتتكون من 10,000 بيت ومتقسمة على 12 جزء،
موضوعها الأساسي قصة طرد آدم وحواء من الجنة وسقوط الشيطان من الرحمة الإلهية ولعنته الأبدية. بس دي قصة معروفة لكل الناس، فإزاي ميلتون هيحكي القصة؟ وإيه المغزى إنه بيحكيها من تاني في ملحمة ضخمة بالشكل ده؟ بتبدأ الملحمة من شخصية غير متوقع تماماً إنها تكون هي محور الأحداث، الشيطان نفسه. طبعاً دي قصة خيالية اعتمد فيها على حكايات شعبية وأساطير قديمة عن حقيقة قصة الشيطان، زائد طبعاً خياله وأفكاره الفلسفية في الموضوع. المهم إن أحداث الملحمة بتبدأ في الجحيم، الشيطان محبوس ومعاه كل الملائكة اللي اتمردت زيه على مكانة المخلوق الجديد اللي خد مكانهم وهو آدم. بمعنى إن الشياطين في القصيدة هم في الأساس الملائكة المتمردة اللي اتطردت من الرحمة الإلهية واتحبست في الجحيم تحت الأرض بعد ما رفضوا التسليم بمكانة الإنسان عليهم. القصيدة بتنقل كلامهم وهم بيتناقشوا سوا، وبيبان من الكلام إنهم اتحبسوا بعد هزيمتهم قدام جيش الملائكة المطيع لله، وبيبدأوا يفكروا في الحرب ضدهم من تاني. واحد منهم بيقترح حاجة مختلفة، بدل ما ندخل في حرب تاني، عارفين احنا هنخسرها كده كده لان الله قدرته غير محدوده، احنا نفسد حياه اللي خد مننا المكانه القديمه دي وندمر ادم نفسه وكل نسله. صاحب الاقتراح ده كان ابليس، وميلتون بيصور ابليس انه ملاك ساقط تحت سلطه الشيطان الاكبر ساتان. ساتان بيوافق على اقتراح ابليس وبيقول له ابدا في تنفيذ خطتك. ابليس هو خارج من الجحيم بيقابل ابناء الشيطان على البوابه، الخطيئه والموت، وهم اللي بيبنوا له جسر ما بين الجحيم وما بين الارض اللي عايش فيها ادم مع زوجته جوه الجنه، وبيروحوا معاه من فرحتهم بمخطط تدمير الانسان. وزي ما بتقول القصيده، بدات رحله الشيطان الطويله عبر الظلام والفوضى. لما بيوصل لمكان الجنه بيلاقي الملاك الحارس للجنه، فبيتجسد في شكل طفل بريء علشان يخدعه، وبيقول الملاك الحارس انه عايز يدخل الجنه علشان يتفرج على مخلوقات الله الجميله في الجنه، ولان الملائكه كائنات ما تعرفش المكر بيصدق كلامه وبيدخله بحسن نيه. لما بيخش ابليس الجنه وبيشوف جمالها بيحس بالالم بدل السعاده، وده بيزود غضبه ورغبته اكتر في الشر، وبيقول جملته المشهوره قوي في القصيده: ايها الشر لتكن خيري انا. رغم ان الجمله دي بتتقال على لسان الشيطان في القصيده، الا انها بتعبر عن فكره هيكون لها تاثير كبير في الفلسفه بعد كده. الخير والشر امور نسبيه، ممكن احداث معينه تنفع انسان وتضر انسان تاني. الجنه اللي هي اكتر مكان مريح وجميل وصلت للشيطان احساس كبير بالالم وزودت احساسه بالغضب تجاه ادم، ولنفس السبب بقى شايف ان تدمير حاله السعاده في الجنه، وده اكيد شر، هو خير بالنسبه له هو. في نفس الوقت بتنقل لنا القصيده ادم مع حواء في الجنه وهم عايشين في نعيم، وكل مهمه ادم هي رعايه الجنه، وفي قاعدة واحدة أمر الله بطاعتها: لا يقترب من شجرة المعرفة. زي ما هو معروف الملاك رفائيل كان بيراقب اللي بيحصل وحس بالتعاطف مع آدم وحس بخطر الشيطان، فبينزل الجنة عشان يحذر آدم. بيبدأ الملاك يحكي لآدم قصة الشيطان وعصيانه، وبيقول إنه من البداية كان حاقد عليه لأنه خد مكانته، وعلشان كده جمع كل الشياطين والجن المتمردين ضد الملائكة المطيعة لأوامر الله، وقامت حرب عنيفة جدا بين الملائكة والشياطين لدرجة إن جيش الشيطان كان هيكسب لولا تدخل الله اللي حسم المعركة وحبس الشياطين في الجحيم. ساتان الشيطان الأكبر خرج من المعركة مشوه الوجه والجسد، لكنه بيقول في القصيدة أبيات قوية جدا بعد هزيمته: وداعا إذن يا جنة السعادة، يا موطن السرور الأبدي، ومرحبا بالهم والحزن، مرحبا بالدرك الأسفل، وأنت يا أغوار الجحيم السحيقة، تقبلي سيدك الجديد، أمير يأتي إليك بعقل لا يتبدل ولا ينال منه مكان أو زمان، فالعقل هو صانع المكان، وهو في باطنه قادر على أن يحيل الجحيم جنة والجنة جحيما. الشيطان أدرك أن قوته في المعركة اللي جاية معتمدة على العقل، وأن خسارة قوة الجسد مش مهمة، لأن العقل قادر يخلق عالم خاص بيه ويقدر يرسم من خلاله خطط كتيرة، ودي حاجة لسه ما اكتشفهاش آدم، قوة العقل. بس آدم من ناحية تانية كانت جواه أسئلة كتيرة بتشغل عقله. لما نرجع لحوار آدم مع الملاك، بتحكي القصيدة إنه حكى للملاك أفكاره بعد ما ظهر للوجود، هو مين في الأساس ومصيره رايح لفين، وبيقول إن الله علمه حاجات كتيرة عن نفسه ومصيره، وأمره بحاجة واحدة وهي عدم الأكل من الشجرة، وهو في النهاية ملتزم بإنه ينفذ المهمة دي مهما عمل الشيطان. وآخر نصيحة بيقولها الملاك لآدم قبل ما يسيبه، إنه لازم يحافظ على حبه النقي لحواء ويحترس من لعبة الشيطان، لأن المعركة اللي جاية هيكون فيها لوحده، وبيحذره من التسرع ومن الفضول، وإن كل حاجة جاهل بيها يعرفها مع الوقت والخبرة، أهم حاجة ما يتسرعش. المهم إن المناقشة دي كلها ما حضرتهاش حواء لأنها كانت نايمة، ولما صحيت عرضت على آدم إنها تساعده في أعمال الجنة، فقسموا الشغل ما بينهم. اللحظة دي جت للشيطان على طبق من ذهب، لأنه قرر يستغل إن حواء هتكون لوحدها. اختار شكل التعبان وراح اتكلم معاها وبدأ يمدح جمالها. حواء استغربت وسألت الأفعى إزاي حيوان عارف يتكلم أصلا، فالشيطان قال لها إن ده بسبب شجرة المعرفة، وإنهم ما فهموش الفكرة من أمر ربنا ليهم بعدم الأكل منها، ده اختبار لشجاعتهم. بتقتنع حواء بكلام الأفعى وبتروح تاكل من الشجرة، بس أول ما بتاكل منها بتحس بفزعة وبتبدأ تدور على آدم من كتر الخوف. آدم في اللحظة دي كان بيصنع لها إكليل من الأزهار لتعبير حبه ليها، بيقابلها وهي مفزوعة فبيعرف إنها كلت من الشجرة،
وبيقع الإكليل من إيده وبيتكسر، بس من حبه ليها بيقرر إنه يأكل من الشجرة علشان ما يسيبهاش لوحدها لأنه كان بيحبها جدا. وفي نفس اللحظة بتتحرك فيهم الشهوة والغريزة بعد ما كانوا أقرب للملائكة، ولأن آدم عصى القانون الإلهي بيبدأ ينزل عليه العقاب. كل نسل حواء هيكتب عليها آلام الولادة وإنها تفضل تحت سيطرة الراجل، وكل الرجالة كتب عليهم التعب والجهد والعمل في أرض فقيرة قليلة الموارد بره الجنة اللي كلها خير. بيرجع الشيطان للجحيم وهو حاسس بالانتصار الكبير على عدوه آدم، وفي اللحظة دي بيشوف آدم رؤية فيها مصير نسله كلهم قبل ما يخرج من الجنة، وبيشوف مصير الموت والألم والصراع بين أبنائه. وفي اللحظة دي بيبدأ آدم وحواء يلوموا بعض ويتخانقوا وهم بيسقطوا من الجنة، بس بيعرفوا إن الحل الوحيد هو التوبة وطلب الغفران من ربنا. وآخر مشهد في القصيدة هم خارجين من الجنة في حالة حزن وألم بس إيدهم في إيد بعض. لو تاخد بالك إن القصيدة كلها بتوريك إن الله رغم إنه عالم بكل شيء إلا إنه سايب لكل مخلوقاته سواء آدم أو الشيطان حرية الإرادة، لأن مفيش معنى لكلمة خير وشر وحساب عليهم من غير حرية. علشان الإنسان يكتشف الخير لازم يشوف الشر، وعلشان يتصرف بشكل صحيح لازم يغلط. واستحالة آدم وحواء كانوا يدركوا قيمة الحرية والعقل من غير صراعهم مع شر الشيطان ووقوعهم في المعصية نفسها. إزاي نقرأ الكتاب بالعربي؟ الفردوس المفقود لها ترجمة عربية عظيمة من إعداد الدكتور محمد العناني، وهو من أفضل المترجمين المصريين، وكبار الأساتذة زي دكتور لويس عوض أشاد بترجمته اللي نشرتها الهيئة المصرية للكتاب.